بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأمسسي في هذا الدرس الجديد بعنوان الجهاز الهضمي وآلية الهضم. طبعا سأتحدث عن الجهاز الهضمي عند الإنسان وكيف تتم عملية الهضم. إذا ما الفرق بين عملية هضم الطعام وعملية امتصاص الطعام؟ إذا هنا هناك فرق بين هضم الطعام كعملية فيزيولوجية وعملية امتصاص الطعام التي هي أيضا عملية فيزيولوجية. إذا الفرق بينهم أن عملية الهضم هي تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها ونقلها إلى جميع خلايا الجسم للاستفادة منها. تبدأ عملية الهضم في الفم بواسطة أنزيمات موجودة في اللعاب، ويستمر الهضم في المعدة بواسطة العصارة المعدية، ويستكمل الهضم في الأمعاء الدقيقة بواسطة العصارة الصفراوية والبنكرياسية. إذن عملية الهضم كما نلاحظ هي تحويل المواد الغذائية المعقدة، يعني من غذاء مركب إلى مواد بسيطة، يعني التي تكون الغذاء المركب. قلنا في درس سابق أن الحليب يعتبر غذاء مركب لأنه يحتوي على الأملاح ويحتوي على الجلوكوز ويحتوي على النسبة قليلة من الماء إلى آخره، بالتالي فهو غذاء مركب. إذا سيتحول هذا الغذاء المركب إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها ونقلها إلى كامل الجسم. كما نلاحظ هنا أن عملية الهضم تبدأ، إذا هي تبدأ في الفم بواسطة أنزيمات موجودة في اللعاب، ثم في المعدة بواسطة العصارة المعدية، وفي الأمعاء الدقيقة بواسطة العصارة الصفراوية والبنكرياسية، إذا التي تفرزها البنكرياس. إذا نلاحظ هنا أن العملية تحويل الطعام إلى من مواد معقدة إلى مواد بسيطة هي عملية كيميائية، في حين أن عملية الامتصاص هي بعد ما تحول الغذاء المركب إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها. إذا هذه الجزيئات المهضومة ستنتقل من خلال جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدم لنقلها إلى جميع خلايا الجسم اللفائي، اللي هو جزء من الأمعاء الدقيقة يلتف حول نفسه حتى يشغل حيزا صغيرا من البطن. إذا هذا الفرق بين الهضم والامتصاص. الآن سنرى إذا في البداية مكونات الجهاز الهضمي. إذا من فوق إلى تحت يتكون من الفم، ثم المريء، ثم الكبد، وفي الكبد هناك حوصلة صفراوية أو حويصلة صفراوية، ثم القولون، ثم الزائدة الدودية، ثم الأعور، المعدة، وقبل المعدة هناك الاثني عشر هناك قبل المعدة، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، المستقيم، والإست الذي ينتهي بفتحة الشرج وهي فتحة لطرد فضلات الطعام. كما نلاحظ أن الجهاز الهضمي في الإنسان هو عبارة عن أنبوب، لذلك
نطلق عليه أحيانا اسم الأنبوب الهضمي. إذا نعيد، الجهاز الهضمي يتكون من القناة الهضمية تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الاست، فهو عبارة عن وعاء، عن أنبوب. إذا يتكون كما لاحظنا من الفم والبلعوم ثم المريء ثم المعدة، الأمعاء الدقيقة والغليظة أو القولون، ثم الأعور، القولون والمستقيم. هذه مكونات الأمعاء الغليظة، وينتهي بالإست. إذن الجهاز الهضمي يتكون من قناة هاضمة، لاحظوا، يتكون من قناة هاضمة وغدد ملحقة. هذه الغدد تشمل إذن الغدد اللعابية في الفم، غدد لعابية في الفم، ثم الكبد، ثم البنكرياس. هذه غدد ملحقة. وضعف هذه الغدد، فمثلا الغدة اللعابية التي توجد في الفم تفرز اللعاب، اللعاب يهضم النشويات في الفم إلى السكريات. نأخذ مثال، عندما تتناول الخبز، الخبز يحتوي على النشويات لأنه يحتوي على مادة النشا، سيحولها اللعاب بفضل الأنزيم الإميليز، بالإنجليزية إذن بالفرنسية هو أنزيم الأميلاز. هذا الأنزيم يحول النشويات أو النشا إلى سكر، سكر من نوع الجلوكوز. إذا النشويات هي أجزاء من الجلوكوز، إذا هو غذاء مركب، فيتحول إلى جلوكوز. في الكبد يتم إفراز العصارة الصفراوية بفضل هذه الحويصلة، الحويصلة الصفراوية. إذا إفراز العصارة الصفراوية ويخزنها في الحويصلة الصفراوية البرارة، وتساعد الصفراء في هضم الدهون. بالنسبة للبنكرياس، آخر غدة ملحقة، وظيفتها تفرز العصارة البنكرياسية التي تهضم الغذاء بأنواعه المختلفة، كل أنواع الغذاء من نشويات، بروتينات ودهون. إذا الجهاز الهضمي متكون إذا من مكونين رئيسيين، قناة هضمية وملحقات القناة الهضمية. القناة الهضمية متكونة من فم، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. الملحقات الغدة اللعابية، الكبد والبنكرياس. نبدأ بقناة الهضمية. القناة الهضمية تتكون من الفم. لاحظوا هنا المريء يسمح بمرور الغذاء من البلعوم إلى المعدة. لاحظوا هناك انقباض العضلات الدائرية حيث تسمح بمرور الطعام إلى تحت في اتجاه المعدة. الفم والغدد اللعابية، في الفم هناك أسنان تبدأ هنا في الفم، ما يسمى بالهضم الميكانيكي، لأن الأسنان ستقوم بطحن الغذاء، ثم بواسطة اللعاب
يتم ما يسمى بالهضم الكيميائي. إذا هضم ميكانيكي، مضغ بالأسنان، وهضم كيميائي تتم فيه هضم المواد النشا تتم فيه هضم النشويات اللي هي مواد كربوهيدراتية لأنها مكونة من الكربوهيدرات. المعدة، المعدة تقوم بهضم الطعام القادم من الفم، وهي في شكل إذا أنبوب. لاحظوا الاثنى عشر أول وعاء يربط المريء. الأمعاء الدقيقة، كما تلاحظون الموجة الأولى من الانقباضات المتقطعة، لاحظوا الطعام كيف يمر، ثم موجة ثانية، في الأخير لاحظوا كيف يتم هضم وامتصاص الغذاء المهضوم. هذا الغذاء سينتقل عبر أجزاء المعدة وهو بسبب الخمالات ليمر إلى الدم. الأمعاء الغليظة والمستقيم، إذا هذه الأمعاء الغليظة متكونة من القولون والأعور والمستقيم. إذا حركة القولون المتقطعة لاحظوا، ثم حركة القولون الدودية لاحظوا كيف يمر الطعام بها داخلها إلى أن في الأخير حركة القولون الدافعة تدفع الطعام للخروج عبر فتحة الشرج في شكل إذا فضلات، لأن الطعام يهضم في الأمعاء الدقيقة وتطرح الفضلات في الأمعاء الغليظة للتخلص منها. إذا آخر شيء، هذا شكل توضيحي للكبد والحويصلة الصفراوية التي تفرز إذا هذا السائل من الحويصلة الصفراوية يمر عبر قناة تسمى القناة الصفراوية، هذا السائل يهضم الدهون. إذا هذه البنكرياس إذا تفرز أيضا مادة كيميائية تساعد على هضم الطعام. إذا نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.